The maintenance cost for furnaces at Akabar smelting plant have been constant at 140,000 per year for the last 5 years. يعني عنده 5 سنين كانت التكلفة ثابتة ١٤٠٠٠. ال A 140,000 والتحت لأنها كوست 0, 1, 2, 3, 4, 5. بيقول لي if the interest rate was 8% per year for the first 3 years يعني أول 3 سنين هنا كده كانت الـ I بـ 8%. طيب وبعدين بيقول لي and then it increased to 10% in years 4 and 10 يعني هنا كانت 10% في السنة الرابعة والخامسة السنتين دول. بيقول لي what is the equivalent future worth in year 5 عايزين نقولهم كلهم year 5 of the maintenance cost. يبقى طالب الـ future worth يعني آخد الـ A اللي هي التلاتة دول وأجمعهم هنا أقول F given A بتمانية في المية وتلات سنين جم هنا التلاتة دول جم هنا أعمل فيهم إيه؟ أنقلهم هنا الأول جبت F given A صاروا دفعة واحدة هنا أقول F given P يبقى F given P بس بعشرة في المية وسنتين. طيب اما الاتنين دول هيجوا ازاي؟ الاتنين دول في 10% يتجمعوا مرة واحدة F given A هقول زائد A F given A 10% ودفعتي. طيب التمانية في المية F given A تلات دفعات لازم يبقوا تلاتة وشوية 3.24 6.4 نروح لجدول العشرة في المية F given B لازم يبقى أكبر من الواحد سنتين 1.21 وال F given A لازم يبقى أكتر من 2.1 شوية كالكوليشن وتتأكد إن اللي جنبك برضو عشان محدش برضو يعني واثق أوي في الآلة الحاسبة فتحسب وتشوف اللي جنبك كنوع من التعاون غير ما الدكتور يشوف. في 2.1 هما بيسموه تعاون بيسموا الغش تعاون دلوقتي 8 4 3 9 4 0 وعشان اطمن ان صح حتى من غير ما تشوف اللي جنبك تقول ايه تقول هم من دول خمس دفعات في 140,000 و140,000 في خمس دفعات طلعوا 700,000 لازم لما اوديهم يمين يزيدوا لو كنت وديتهم بي كانوا قلوا. A student borrowed $3,500 from the ABC loan company to buy a used car with an agreement to repay $1,500 at the end of each of the first 2 years and 2000 at the end of the third year. صاحبنا خد مبلغ هنا عشان يشتري سيارة مستعملة وهيسد هنا 1500 2000 طبعا 1500 كأنها ثابتة والحتة دي هي اللي زادت بقت 500 شوية زيادة يبقى عندنا تلات دفعات 500 وحتة زيادة 500. بيقول احسب لي الريت what rate of interest makes the receipts and disbursement receipts اللي هي اللي واخده والديسبيرسمنت اللي هي التكلفة اللي دفعها equal to each other for this
فور ذيس لون، يعني الشويه دول يساوي الشويه دول. طبعا اللي فوق يساوي اللي تحت، او ده ماينس ودول ده بلس ودول ماينس يساوي صفر. فانت ممكن تقول كده ال 3500 دول اللي الراجل خدهم. نعمل ايه؟ ناخد كل الفلوس دي نجيبها في الاول. فهقول كده 1500، وطبعا الاي مجهوله، لازم نستخدم القوانين. عايزين نجيبهم في الاول، يبقى بي جيفن اي اي وتلات سنين، هيبقى 1 زائد اي اللي هي المجهوله اس 3 ناقص 1 على اي، 1 زائد اي اس 3. طب في كمان عندنا 500 في 1 زائد اي المجهوله اس ماينس 3 اللي هترجع 3 سنين. خد بالك انا ما حطيتش انا اشارات ليه؟ لان ده يساوي ده في الاصل، ده بالبلس ودول بالماينس يساوي صفر. فدول وديتهم من الناحيه اللي هناك اللي هو الماينس صاروا موجب. طب ما فيش مجهول عندنا غير الاي هتساوي كذا في المية. تعالوا نحسب، هقول 3500 يساوي 1500 في نفتح قوس 1 زائد الفا اكس اس 3 ناقص 1 وتحت الفا اكس ضرب الفا اكس اس 3 زائد 500 ضرب 1 زائد الفا اكس اس ماينس 3، واقول له شيفت سولف وادخل مثلا 0.1 10% مثلا على الحل، عشان بس يسرع الحل. لو سبت اللي يطلع على الشاشه زي ما هو ممكن يتاخر في الحل معاك، وممكن يطلع حل بالسالب، ممكن يقول لك كانوت سولف في 100 طلع 19.11%، يبقى نسبه 19 و11% 19.11% تخلي المبلغ اللي هو اقترضه يساوي المبلغ اللي هو دفعه، مع ان هو دفع اكثر، دفع 4.5، دفع 5000 وخد 3.5، بس طبعا الفلوس المستقبليه اقل من الفلوس الحاليه، فطبعا لما تمشي كده لازم تقل. A widow received $100,000 from an insurance company after her husband's death. يعني دي فازت مرتين، جوزها مات وخدت 100,000. She plans to deposit this amount in a saving account that earns interest at rate of 7% compound annually for 5 years. يعني حطت الفلوس في البنك وهياخد 7%، هتعيش بقى لوحدها وتاخد فلوس. Well, if she wants to withdraw تسحب equal annual amounts from the account for 5 years. With the first withdrawal occurring 1 year after the deposit. بعد ما حطت فلوس هتبدأ تسحب 5 دفعات. How much are these disbursements؟ هتاخد بقى مصاريف تصرف، يبقى هنقول P في A given P 7% وخمس سنين. ال P اهي 100,000، ال A given P 7% 7% جيفن بي طبعا المفروض يطلع اكتر من 0.2، يعني دي 5 يبقى 0.2 شويه، مش هنقسمها على 5 بالظبط. هو مش مشكله رقم قوي، اي جيفن بي 0.2439. واحنا لو قسمنا الرقم ده على 5 دفعات، يعني 1 على 5 يطلع 0.2، طبعا لازم تاخد شويه زياده اللي هو الربح، يعني يطلع الرقم طبعا برضو مش 20,000، اكتر من 20,000، اللي هي حطت 100,000 لو قسمناهم على 5 يطلع 20,000، بس طبعا لازم شوية ارباح، فالبنك هيديها 24,390. ده المطلوب ايه؟ يبقى ده ال A. في البي طالب مننا calculate and present in a tabular form the remaining balance just after withdrawal، بعد ما تسحب، is made at each point in time. يعني ايه؟ صاحبتنا دي على مدار الخمس سنين هتسحب فلوس. في البداية كان ليها كام؟ في بداية السنة كان ليها 100,000،
خدت كام مكسب؟ 7%، يعني بقت 100 الانترست 7000. ده خدت كام منهم؟ خدت 24390. يبقى ده زائد ده، الريميننج عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 زائد 2 ناقص اللي خدته، يعني ده 1 زائد 2 ناقص 3. هو عايز دي. طيب 107000 ناقص 24390، باقي لها نهاية السنة الأولى لو حابب تاخد بقية فلوس هتاخد 82610، مع إنها كانت واخدة 24 عشان الربح بقى 7000. طيب يعني البداية، بداية السنة الجديدة 82610، أضرب ده في 7% فتربح، أو يبقى ليها ربح في البنك مش 7 بقى، أقل، 5000، لأن مبلغها أقل، رأس مالها أقل، 7 8 3. هي خدت منهم كام؟ 24390. يبقى اطرح ناقص 24390، باقي لها في نهاية السنة الثانية 64003. تقدر تسحبهم في نهاية السنة الثالثة، أو تفضل أو تخلي مخلياهم عشان تاخد أرباح. تاخد أرباح عليهم كام؟ 7%، فتاخد أرباح أو يحق لها أرباح 4481. طيب هتاخد منهم 24390، يبقى ده زائد ده 46 ناقص 24390. هيتبقى لها في نهاية السنة الثالثة الرقم ده، تفتتح بيه حسابها في السنة الرابعة وتاخد عليهم 7% أرباح، يعني يحق لها أرباح 3086. لما نجمعهم على 44093 ونطرح 24390 يطلع لها في نهاية السنة الرابعة الرقم ده، تفتتح بيه السنة الجديدة، نضربه في 7% يحق لها أرباح 1595. هتاخد منهم 24390، فلما اخد الرقم ده زائد 22790 وتاخد 24390 المفروض يطلع صفر، طلع ماينس 4 دنانير، يعني نقول زيرو او 4 دولار. يبقى كده انتهت، انتهى حساب. يعني ال 100000 دي هتعيشها 5 سنين حلوين يعني. شوف لها واحد تاني تتجوزه بقى، بس يكون سنه كبير يموت بسرعه يعني. كاش فلوز بيلو، فايند ذا فاليو اوف اكس ذات ميكس ذا ايكويفالنت انيوال وورث ان يير 1 ثرو يير 5 ايكوالز تو 300 بير يير. يوز ان انترست ريت اوف 10%. احنا عندنا شوية فلوس 8 دفعات ميتين، وعند السنة يبقى ادي الصفر 1 2 3، عند السنة 4 في 200، نقول كده 200، وفي حتة زيادة كمان احنا عايزين نخليها 300، هم كلهم 200، فعايزين دفعة زيادة هنا بحيث تخلي كله 300، فهنا اكس ماينس 200 اللي هو انه جزء اللي هي الحتة دي 200، والباقي اكس، مجموعها كلها على بعض كام؟ اكس. طب احنا وصلنا لغاية 4 زي بعضه 5 6 7، وسعت شوية عشان الكيرف الدياجرام يظبط. احنا دلوقتي عندنا من 0 لغاية 7 في 200، وفي الحتة الباقية دي اللي هي الاكس ناقص 200، عايز اعرف الاكس كام بحيث الايكوفالنت يصير 300 من 1 لغاية 7. طب ايه رأيكم لو لميتهم كلهم عند الاف؟ يعني قلت كده الاف بتساوي ايه؟
فيوتشر وورث بتساوي عندنا 200 في اف جيفن ايه ل10% وتمن دفعات. تمن دفعات ليه؟ لان الصفر معايا. طيب والحته الزياده دي زائد اكس ماينس 200 في هنقلها من هنا لهنا، يبقى عايز الاف جيفن بي 10% وكام سنه؟ 1 2 3 3 سنين. طيب يبقى ده بيساوي ايه؟ الاف جيفن ايه 10% و8، اف جيفن ايه دول 8 دفعات، لازم الرقم ده يطلع اكثر من 8. اف جيفن ايه 8 يعني 11.4 3 5 9، وهنا اف جيفن بي 3 سنين لازم يطلع اكتر من 1، الاف اكبر من البي، 3 سنين 1.3310. طيب يبقى احنا عندنا الارقام دي اقدر احسبها، اقول ايه؟ اقول 200 في 11.4 3 5 9 ناقص، هنا في ناقص 200 في الرقم ده 1.331، فطلع شوية دول اللي انا عارفهم 2021 دولار زائد الاكس في الرقم ده 1.331 اكس، يبقى ده الرقم اللي عندي اللي هيعمل لي 300 كل سنة 7 سنين. احنا عندنا الانيوال وورث بيساوي ايه؟ بيساوي الفيوتشر وورث في ايه جيفن اف 10% و7 سنين بس، لان هنفردهم على 7 سنين من 1 لغاية 7. طب الايه جيفن اف؟ ايه جيفن اف 7 سنين اهو 0.10541، واحنا طالما عندنا رقم هقسمه على 7 طبعا وهجيبه بي، يبقى لازم يطلع اقل، يعني اقول 1 على 7 ده لازم يكون اقل من اللي هحسبه 1 على 7، فطلع 0.14، ده اقل يعني صح. على فكره اللي انا بقوله شويه زياده ده للفهم العميق قوي، مش لازم اصلا يعني ايه يعني تفهمه وتركز معاه قوي. المهم احنا لما نجيب ايه جيفن اف هقسم الرقم، يعني دول هيجوا لورا فمفروض بيقلوا، يعني هما 7 دفعات ف1 على 7 يطلع رقم المفروض طبعا يقل عشان انت بتجيب بيه، مش مشكله قوي. الحته دي بقى ايه بتساوي كام؟ 300. طب والفيوتشر وورث اهو، يبقى عندي معادله تقول 300 بتساوي الشويه دول مضروبين في ده، خلاص احل المعادله، اذا اكس بتساوي كذا دولار، هكتبها قدامكم اهي، 300 بتساوي الحته دي هحطها في قوسين 2021 زائد 1.331 المجهول واضربه في 0.10541 بس، خلاص قول شيفت سولف. اتوقع ده يكون كام؟ طبعا رقم كبير، مثلا دول 200 وانا عايز اخليها 300، فاقل حاجه مثلا 700 دولار، 1000 دولار، حاجه كده علشان يزود من 200 يرفعها 300، فطلع 620 دولار. يبقى لو عندي 620 دولار زياده هنا، طبعا دول 200 يبقى دي 400 وشويه 420، يبقى المهم قيمه الاكس 620 بحيث تخلي كل الانيوال بيمنتس 300. طب احنا هنا كان في 8 دفعات هنخليهم بس كام؟ 7 دفعات في 300. محتاج قد ايه؟ محتاج الاكس يكون 620 دولار في الجزء كل ده على بعضه، كل دي الاكس من هنا لغايه هنا، كل دي الاكس. فلو عندي اكس هنا كله 200 وعندي اكس ب 620 دولار، ده يكافئ 7 دفعات من 1 ل 7 كل واحده 300 دولار. What is the accumulated value of each of the following series of payments؟ في المطلوب ايه؟
عندنا $600 at the end of each year for 5 years at 10% compounded annually. يبقى هو عايز ال F given ان احنا عندنا ادي 1 2 3 4 5، عايز ال F بتاعتهم كام؟ الرقم ده 600 والاي بتاعتنا 10%. طبعا الفلوس دي هتزيد لما هتمشي يمين، يعني 600 في 5 ب 3000، لازم طبعا المبلغ يزيد لان فيه فوائد. فالاف هتساوي ايه؟ هتساوي ايه اف جيفن ايه 10% وخمس سنين. ال A عندنا ب 600 وال F given A نشوفها من هنا، F given A 6.1051، 6.1051. طبعا شايفين ان هو اكتر من 5، هما من 5 دفعات بس بقوا كأنهم 6 دفعات وشوية كسور، فطلع الرقم 3661. في المطلوب بي نفس الطريقة، بيقول لنا برضو what the accumulated value، وعندنا $1,500 at the end of each year for 8 years. المرة دي أكتر شوية. أدي 1 2 لغاية 8، وهرسم الاف هنا اهو مجهولة، والاي ب 15%. طبعا نفس الطريقة، الاف بتساوي ايه في اف جيفن ايه 15% وتمن سنين. الاي عندنا ب 1500، لما اضربها في 8 يطلعوا 12000. طبعا لازم يزيدوا، هما 8 دفعات لازم المعامل تبقى اكتر من 8، واحنا عايزين 15%، بطلع جدول ال 15، وهما 8 سنين يعني هنا 13.7268، طبعا اكتر من 8 دفعات بكتير لاني 15% مبلغ وتمن سنين. فهضرب 1500 في 13.7268، طلع الجواب احنا حطينا بس 12000، هناخد $20,590. وزي ما احنا شايفين الاف المفروض تكون اكبر من مجموع السيريس كلها، يعني معهم كلهم اكيد هيبقى اكتر لان في ارباح. Effort to reduce childhood obesity by reducing the consumption of sugared beverages. Some states have imposed taxes on soda. يعني اقترحوا ان يحطوا ضرائب على الصودا and other soft drinks عشان يقللوا السكر عند الولاد الصغيرين. Will a survey by Roland Storm of 7,300 fifth grade الولاد اللي هم في الصف الخامس revealed and tagged that if taxes averaged 4 cents on each dollar's worth of soda، يعني كل ما تشرب دولار يبقى عليه ضرايب 4 سنتس كده 4%، يعني بيقول no real difference in overall consumption was noticed، يعني ما لاحظوش اي اختلاف في استخدام الصودا. however if taxes were increased to 18 cents on the dollar، يعني هيخلوا الضرائب 18% بدل 4%، بيقول استرام كالكوليتد they would make a significant difference. دلوقتي الولاد هيقللوا استخدامهم للصودا. For a student who consumes 100 sodas per year
يبقى هيستخدم 100 عبوة صودا. What is the future worth of the extra cost from 4 cents to 18 cents per soda؟ يعني الصودا الواحدة بدل ما يبقى عليها 4 سنت هتبقى 18 سنت ضرايب. Assume the student consumes sodas from grade 5 وفي سنة 5 through graduation لغاية سنة 12. Use an interest rate of 6% بدل I. يبقى احنا عندنا في فرق 14 سنت في 100 صودا، في 100 صودا يبقى 1400، 14 دولار. 14 دولار كل سنة لمدة 8 سنين من 5 ل 12. يبقى الولد هيتكلف زيادة، ادي سنة 2 اللي هي سنة 5، سنة 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، دول 8 سنين. ادي الـ A. طبعا هما من سنة 2 3 سوى الصف الخامس، يعني السنة الأولى اهي، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة، اللي هي جريد 5 6 لغاية 12. طيب ونشيل بقى موضوع الصفر ده. هو ايه المطلوب؟ عندنا ايه؟ اللي هي 14 دولار، وطالب مننا الفيوتشر وورث، يبقى طالب الاف مجهولة، ومدينا الاي 6% والسنين 8. ادي سيمبل 2 3 4 اللي هو الان. فما احنا عايزين اف جيفن اي، الاف بتساوي الاي، اف جيفن اي 6% وتمن سنين. الاي عندنا ب14 والاف جيفن ايه 6%، كان لازم يكون اكتر طبعا من 6، اكتر من 8 اسف، لان دول 8 سنين فاكتر من 8، المعامل ده لازم يكون اكتر من 8. فلو جينا عند ال 8 يطلع 9.8975. بس نضرب نقول الولد هيتكلف كام في الثمان سنين دول. 9.8975 في 14 دولار كل سنة، يبقى كده هتكلف خلال الرحلة دي كلها اللي هي 8 سنين 138 دولار وستة من عشرة. يبقى دي التكلفة، قيمة التكلفة as a future worth للتمن سنين. لو زودوا الضرايب على الصودا من 4 سنت ل 18 سنت